السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوف مع بعض حاجة اسمها البوك مارك. يعني ايه البوك مارك؟ يعني باخد كذا لقطة من أكتر مكان بحيث وأنا في الاجتماع أقدر أرجع للقطة اللي أنا عايزها. على سبيل المثال مثلا الجزئية دي هاجي هنا وأقول له بوك مارك وأقول له آد فضاف لي اللقطة دي. طيب جيت هنا مثلا اتحركت شوية أهوت على الجزء دوت ورحت قايل له إيه؟ أنا عايز بوك مارك وقلت له ضيف لي اللقطة دي تمام. وجيت بقى في مكان تاني هنا مثلا وقلت له إيه؟ آد. طبعا لازم اكتب الاسم بتاع كل حاجه فيهم ليه على اساس اقدر ارجع للقطه اللي انا عايزها. مجرد ان انا اشوف الاسم اجي هنا اقول له مثلا سكول تمام. اجي هنا اسمي ده مثلا اي اسم تاني وليكن مثلا رام تمام. هو انا في الاجتماع في اي لحظه عايز اناقش مثلا لقطه معينه اقول له وريني اللقطه دي وريني اللقطه دي. طب لو عايز الغي واحده فيهم مجرد اجي هنا واقول له ديليت هيلغي اللقطه دي. ممكن اقول له ريفرش بحيث ان هو يجيب لي اخر رؤيه ليهم بالشكل دوت. اقدر اضيف اللي انا عايزه اقول له اد. ممكن اعمل سيرش لو انا مثلا بدور على حاجه مثلا معينه. لو انا عندي بوك مارك كتير اقدر اضيف اقدر احذف زي ما انا عايز. هنا هي نفس الشغل بس بيوريني مثلا مكان معين رؤيه معينه وهكذا. يعني مثلا هنا لقطه هنا لقطه بدل ما اقعد كل شويه ادور على الحاجه اللي انا عايزها. لا ممكن تكون مثلا عباره عن اماكن هنناقشها فاقول له مثلا ده المكان الفلاني ده المكان الفلاني. عكس هنا ده بروبوزل دي حاجات مختلفه للشغل. هنا لا نفس الشغل بس من ببدا ابص مثلا على جزء معين من المدينه. ده الجزء الشمالي ده الجزء الشرقي ده الجزء بتاع الساده ده الجزء بتاع المواطنين العاديين وهكذا.